السلام عليكم. ازاي نشوف الكلاشات على برنامج بين 360، وازاي ننقل الكلاشات ديت على برنامج الريفت؟ طيب هنا في 2D فيو تقدر تشوف المكان اللي انت عايز تقف فيه. هتيجي هنا على الكلاش وتقدر تقول له انا عايز اشوف الكلاشات، تمام؟ ممكن تقول له انا عايز اعمل كلاش جديد بين مثلا الميكانيكال والاستراكشر، او تبقى سبيسيفاي اكتر تختار حاجات معينه، تمام؟ وتسمي الكلاش ده اي حاجه ام مثلا، وتقول له فايند كلاش، فهو يبدأ يجيب لك كل الكلاشات اللي موجودة في المشروع. طيب دلوقتي الكلاشات كلها موجودة على البرنامج بنت تونستين جلو، تمام؟ تقدر تعمل سيلكت على الكلاشات كلها، أو تختار بعض الكلاشات عشان تبعتها للجهاز بتاعك، تمام؟ هقول له هنا أنا عايز أعمل نوتيفاي. هنا دي الكلاشات الأوبن، الكلاشات الإجنور، كلوزد. هقول له انا عايز اعمل نوتيفاي، انا عايز ابعتها، هاجيلك على هيئة ايميل. فانا هقول له انا عايز ابعتها للحساب بتاعي اللي انا مسجله في البرنامج، واقول له سنت. هو هيقول لي ان الكلاشات دي اتبعتت. هفتح بعد كده البرنامج واروح لادنس واقول له كلاش بين بوينت، فيبدأ يقول لي ده فيه كلاشات اهيت، فاقول له فيو، فيبدأ يقول لي الكلاشات اهيت. اقول له انا عايز اشوفها،